السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. شفنا المرة ديال ولا ما نعرف ديال معكرون في ضريح محمد الخامس ياك، ودايره الفولار أو الزيف ولا الشرويطة ولا الرقعة، يعني ماشي الخمار على عين. بينما كما شفتوا ماكرون أن العدو اللدود ديال القرآن والإسلام، وراكم شفتوا الرسوم الموسيقى وداك الشيء والحملة ديالو، وكيمنع الحجاب ويمنع لباس الستر في فرنسا، يعني ما خلاش من جهده. ومع ذلك كيفاش يعني هذا ديالو ولا هادي ولا ما نعرف غطات راسها باش دخلات لذاك المكان اللي أنا اصلا ماشي مسجد، يعني ضريح. فهنا كيبين لكم دابا داكشي من اجل الفلوس، فهمتي؟ راه 10 المليون الاورو، 10 المليون الاورو راه ماشي سهله، فهمت؟ راه بنادم ماشي غير يدير اي حاجه باش ينافق يجامل يعمل الاعاجيب، المهم ينهب باي طريقه. على اين راه ماشي عيب الستر، الستر راه ماشي عيب. دابا كتجينا اعجوبه ان دابا اوروبيه مثلا سلمات ودارت الحجاب والخمار وكتصلي الى اخره. راه الاصل ديال اوروبا هو عدم التبرج. شوفوا معايا واحد الصور صادمه، الصور صادمه كيفاش كانوا الاوروبيين رجال. اول لقطه شوف هذا البحر، ها نسى كيفاش كانت كتمشي للبحر، والاخر كيجلس مع مراته ولا هادي، كانوا كيتزوجوا ما كانش تصاحي في داك الوقت. هادشي راه غير 100 عام، راه غير عام 1910 و20 و30 و40 كانوا باقيين هكا. شوف كتجلس بحويجه. اما اللي بغات تعوم، اللي بغات تعوم كيديروا لها هودج، خيمه شوف. كانوا متخلفين، رجعيين، ظلاميين، سميهم ما بغيتي، متشددين، متطرفين. ها هو الفرنسي والبلجيكي والإسباني، شتم؟ والإنجليزي حول بحر المانش، هكا كانوا كيديو النساء ديالهم اللي كيبغيو يعوموا. شوف يعني ماشي غير المضولة، أنا كيلمها ويديها جرب الحصان ويدخلها تما الشاطئ الرملة، أو ملي تبغي تعوم كيدخلها لداخل وتعوم وهي محصنه بحال اللي راه في خيمه. يعني كانوا كيفاش كانوا؟ كانوا باقي رجال، كانت باقى فيهم الريحه ديال المسيحيه، كانت باقى فيهم الريحه ديال الانجيل، لانكم كلكم كتشوفوا مريم، عمركم شفتوا مريم العذراء في التصور ديالها اللي كيروجوها المسيحيين في الكنائس وداك الشيء؟ عمركم شفتوها راه سعريان؟ لا. علاش؟ ولان هذاك هو الاصل ديال الاسلام. مريم راه كانت مسلمه كما عيسى عليه السلام كان مسلم، كما ابراهيم، كما موسى، كما نوح، كلهم جاوا كيدعوا للاسلام، ونفس العقيده ونفس الافكار ونفس ان كاين قيامه وكاين حساب وكاين عقاب وكاين شمال وكاين يمين. تأملوا الصور، هكذا كان الاوروبي. شوفوا اللباس ديالهم، وشي شويه بداو كيتطوروا. شوف هنا واحد التصويره كتوريك عام 1880 ولا مره كانت باقا مستوره، وعاود بدا داكشي شويه بشويه 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 بشويه، حتى كتشوف النهايه خرجوا بدو بياس. دابا راه بوان بياس، خارجينها ببياسه وحده ولا ما كاينش كاع، يعني داكشي غادي بال انهيار لتحت. على اين هذا اللباس اللي كتشوفوا فيه ديال الاوروبيات عام 1910 و20 و30؟ لاحظوا معايا راه افضل من لباس المراه المتاسلمه في القرن الواحد والعشرين. دابا كتلقى وحده دايره شرويطه من الفوق، كتشوف اقرا من الفوق ومن التحت، ومن التحت روتانا. يعني شوفوا المراه الاوروبيه هذه 100 عام كان اللباس ديالها احسن من المراه المسلمه اللي غاديه للجامع دابا، لابسه زعما حجاب راه مستوره وغادي للجامع والجلابه ايفازي وكل شيء كيتزعزع ويتزلزل. المراه الاوروبيه كانت احسن منها في اللباس ديالها. ولكن فين المراه الاوروبيه دابا؟ داروا بها الشياطين من ذاك الوقت، هما المساواه وهما كذا وهما كذا، حتى وصلوها للهاويه وصبحات تعيش في المذله والمهانه لدرجه انها الا ما خدماتش ما تاكلش. دابا المراه في الغرب عموما الا ما خدماتش ما تاكلش، وملي كتكون باقا صغيره ومقاده وهي هذيك، كل شيء كيديها للمطعم ويوكلها ويعلفها ويتهلا فيها ويفتح لها الباب السياره. تصور ملي تشوف الاوروبي كيفتح الباب السياره لديك الصديقه ولا الحبيبه، راه ماشي لاجل سواد عيونها، وانما لكي يستعملها، باغي غير باش يستعملها كمرحاض لقضاء الحاجه. ملي كيسالي منها كيرميها وتمشي، والنهار اللي كتدبال ودا الجمال ديالها كيضيع، حتى شي واحد ما كيبقى يفتح لها الباب او يقول لها تعالي تفضلي او لا طلي. حتى دار العجزه ما تمشيش ليها، لان دار العجزه راه بلاصورانس، خصك تكون خدام وخلص سيكور وداك الشيء. هذاك الشيء علاش كنشوفوا بزاف ديال النساء كيعيشوا في الزنقه كيسعوا كيطلبوا، علاش؟ دوزوا حياتهم مهلين فيهم الشمايت، كيديهم يقصروا بهم ويشطحوا بهم. ولكن غير كتبدا تترهل وكيبداو التجاعيد، كتطلع المنافسه الجيل الصغير كتضيع، حتى واحد ما كيبقى يديها فيها.
هادشي راه كنشوفوه بعينينا. وفي العالم العربي ما ساقيش الخبر بهذا الشيء، كيشوف المرأة الأوروبية راه متحررة وراه بخير، آه متحررة من الأخلاق ومن الستر ومن العفاف، ولكن كيستعملوها لقضاء الحاجة، يعني مرحلة للتبول باللغة الحقيقية. فهمتي؟ الأوروبي دابا راه ما كيقدرش يتزوج، علاش؟ لأن هناك قوانين كتعرفوا ديال الفيمينيست أنها تنوض تدعي دير شي مشكلات، بل جرح راسها تضرب راسها مع الحيط وتعيط على البوليس ويمشي للحبس ويطلقوها منه ويقسم معها المال ديالو اللي عنده. داروا قوانين باش بنادم ما يفكرش في الزواج، وهذا الشيء راكم كتشوفوا عندكم في المغرب والبلاد العربية عموما، جايه هذه القوانين شويه بشويه. دابا الشباب ما كيقدروش يتزوجوا لأن هناك قوانين كتقول الراجل أن المرأة وحقوق المرأة وشي حوايج هكا بالكذوب، ياك؟ والمرأة إلا عيطات البوليس راجل مرة اللي كيجيو يطيروا، بينما أمو أم ذاك الراجل اللي خسرات عليه 20 عام وهي كتربي فيه، ملي كان يلا تولد حتى دار 20 و25 وقراتو وصلت للجامعة وتخرج، إلا عيطات البوليس وقالت له راه ما بغاش يصرف عليا وما بغاش يشري ليا، حتى واحد ما كيستجب ليها، رغم أنها هي أحق لأنها ضربت تمارة فنات الشباب ديالها، ولكن حتى واحد ما كيعتبرها. أه ولكن اللي مجوجة يلا داتو غير البارح وعيطات البوليس راه ظلمني راه عيرني راه تخلت راه واقيل واقيلة راه واقيلة حسيت به يعني نيته خايبة، كيديو الحباسات ويطلقوه منه ويقسموا معها المال ديالو، بينما الأم ديالو اللي فنات الشباب ديالها واخا تشكي وتبكي وتمشي ترفع البيدعو ما كتاخذ حتى شي حاجة. إذا إلا كنتو فعلا باغين حقوق المرأة والمرأة مظلومة، فإلا قالت لكم ولدي راه ما مهلش فيها خصكم تعاقبوه، خصكم تفرضوا له يعطيها وتقولوا ليه راه ضربات عليك تماره وردعاتك وخسرات عليك الصحه ديال، لا ما كاين والو من هادشي. هما الهدف ديالهم اللي مجوجه خصهم يطلقوها ويفرقوها باش ما تكونش عندنا اسره وما تكونش عندنا نواه ديال العائله. هما الهدف ديالهم هو ان المواليد تكون هكا عشوائيا باش ملي يمشيو يشدوه يديو الحرب ما يكون عنده لا با لا عمو لا خالو اللي غيعرفو لا اللي غيبكي عليه ولا اللي غيشكي عليه، اه ماتوا ادفن حفر بالتراكس وردم ما عندوش اللي يسول فيه. هذه هي الفلسفه ديال الجندر والفيمينيست والنسويات وما الى ذلك. علينا شفتوا معايا الصور كيفاش كانت المراه في اوروبا، الحياء والستر والعفاف وداك الشيء كيدير الراجل ديالها للبحر وكيفاش لابسه ومحترمه حتى واحد ما يشوفها، كانت فيهم الغيره صافي وبقاو عليهم برامج التعليم والحقوق وكذا والى اخره. وهذا الشيء عنده علاقه بالديانه المسيحيه بين قوسين، لان الديانه والانجيل كيظلم المراه، يعني كيقول لك المراه شيطان وهي السبب خرجت ادم من الجنه وهي وهي شلا حوايج يعني معقده. الجديد على ذلك ان المراه في اوروبا ما كانش عندها حق التملك او دير شركه او بسميتها، بل انا كتشوف حتى دوك اللعابات ديال التنس كيقول لك اللي مقابل ليها الاموال ديالها او الولي ديالها، المهم ما عندهاش حق تسير في الاموال ديالها، هادشي عندهم حرام في الانجيل. داكشي علاش كتشوفوا ان ملي كتزوج المراه في اوروبا عموما كتبدل السميه ديالها، الا كان سميتها مثلا بكوش سميره صافي ملي تزوج كتولي عناق سميره، يعني كيعطيوها الاسم العائلي ديال راجلها. علاش؟ لان اصلا هي غير متاع تابع للرجل، متاع تابع للرجل، هي من ممتلكات الرجل، من ممتلكات الرجل. داكشي علاش حنا عندنا في الثقافه الشعبيه فلانه راه ملكه، فلانه ميخطب ودار بصدق هذيك ملكه، يعني بحال اللي اصبحت ملك ديال واحد بركابي، وهذا راه ما كاينش في الاسلام، راه كتبقى تحمل الاسم العائلي ديالها وكل شيء مستقله. بينما في اوروبا لحد الان الا تزوجات كتحيل الاسم العائلي ديالها وكدير اسم عائلي ديال الزوج ديالها، وفي الاخر كيقول لك حقوق المراه، بينما الاسلام حرام ان الرجل ديالها يفرض عليها تحمل الاسم العائلي ديالو. تاملتوا في الصور كيفاش كانت اوروبا؟ تاملتوا كيفاش دابا المراه المسلمه اللباس ديالها مفضوح وعيب وعار، يعني لا يقارن بالمراه الاوروبيه هذه 100 عام. شفتوا الكوارث اللي شفنا فيها؟ شفتوا الكوارث والمصائب اللي وصلنا ليها؟ شنو هو الحل؟ الحل بيدك ايها الرجل، قرا على الدين ديالك وفهمه وربي عليه بنتك، الا كانت مراتك ما باغاش تغطى علم بنتك تكون مستوره من الصغر، الا خلاتك مراتك ولا كنتي راجل، الا ما شيراتش عليك بشي مغرفه. ارجو ان تكون الفكره والصوره واضحه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.